مرحبا ومسهلا، حياكم الله. يا سلام الله عليكم، سلام من فيه شيء ولا جاد الله عليكم؟ وخلونا نروح اليوم معكم، يلتقيكم في هذا البث الجميل، بداية البث بعد شعر القلطة فؤاد ومتعب بالرقعان. الحمد لله. كمل كمل. وحسين الصيعري وعبد الرحمن الفهري، نلتقيكم اليوم في هذا البث الجميل وبإذن الله. أنا طبعاً أعتذر على النوم اللي حصل، جت نوم أحسن منها ما فيه، وبفل الأمة اليوم في البث إن شاء الله، والشباب مستانسين وأنا مستانس كلنا مستانسين كلنا مستانسين، وبإذن الله بإذن الله أنا بنونسكم إن شاء الله. يا جماعة ضلوعي لبسوها صفايا. لا خلني خلني يا فوق الشيني خل خل من عبن كان تحت تراب تحت تراب تحت تراب واشعفوا مش دراني نعيمك جوران يداوي جراحي. تضبط القلب لك الرايف اخيت ضلوعي واسعفوني بالدكتور يداوي الجرايح واسعفوني بمن بارد وصبر جزوعي من خلق وفرق يا ريت. لا لا في ذمتك في ذمتك في ذمتك صدق امانه. يعني اهلك اذا غنيت عندهم وش يقولون؟ اهلك اروح اقعد ان شاء الله بالبرنامج سنه لا تقول الله يشوف. ها ايش انا بس اللي شوف شوف انا اللي اقول صوتي زين امك نبارد لها. انا والله نكت على لساني قلت زين امه غزال حتى امي تقول صوتي حلو امي تقول صوتك حلو ولا ادري صوتي شيء بس عادي. انا انسان صوتي زين ولا بس خليك ثقه في نفسك. ها ما انا كيف ضحكت عشان قلت جاينا ام غزال؟ ايه طيب عادي. لا لا عادي الحين انا انا ريجح من زين ولا لا؟ اسمع صوتي هل اسمع شيء ولا زين؟ ها؟ صوتي انا عبد الرحمن فهري ما شاء الله تبارك الله نايمه صوتك زين شين ولا زين؟ ايوه ما هو انا اللي يقيمك امك ارحب امك زين ولد وينك؟ امك تقول زين؟ شو العلوم يا اخي يا قرد كيفكم كيف اهلكم خلايفكم؟ تلومها تلومها امك قالت فارقني تجي انت هنا فوق عندنا هني بابا اسمع انا اعلمك انا الحين اذا غني ما هو عشان نحبك يا اخي تهذرنا تعوب عيون تعوب الزر بالله اقول له مالك انا الحين اذا غنيت احس كذا مالك مشاعر داخليه ولد مالك احس باحساس صدق تحبها مالك احس بصدق اللي حرمنا قبلت منك جرب يطول في عمرك يعني لا تحس روح اغن انت روح شوف لك مكان فاضي تعرف البيت اللي توي ارحب قبل يتاثر تعال 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 من اخذت الحمضيات من اخذت الحمضيات من دربي اعترف ايه امانه لا بدون امانه والله ما امك من كابك الاصفر انا احب له الاصفر عشان له الاتحاد رايد رايد الشباب ضربتني من علمك من اللي جلس كذا حاله ولا شقر هو ضاربني ايه امانه وش يقول؟ والله سكتني اسمع لكنه ضربني يا جماعه الله يا الله اني ابغى اكمل قبل شوي اقسم بالله صفايا اسلم 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 شو يقولوا؟ اي الله اكبر خلني يغني احنا بنقيمك غن بس غن صدق بكل ما بابا اعطني صدى اوحوش ما يحتاج صدى انت اللي برا القريه سمعوك اللي برا القريه قيموا يا عين كريم فريد اوحوش توه بسنا الجنه شي كيف كيف فيها تمرمض المويه ملح اقبل في ذمتك هنا بيضبط ضربة مضمض الحين ما هو ملح يجي صوتك بيضبط درا سعيد هنا درا سعيد عن قريب فريد
اشتواه بسن الجاهل ناشي اقبل يدوش الظما يردوش كانه يوطي على جاشي. مش تحت كم شحنك؟ دقيقة يا ريحة العنبر المرشوش يا قطعة بيد قماشي ولا اسمع أمان يا ريجي والله العظيم متى بقي لنا 5 أيام وبيجي الحزن الصحيح. خلاص يا أخو اي والله وجه الله عليكم خلاص خلاص من حبكم يا زين عزلنا ما عاد لي بهواكم شف أورادة واللي جمع منكم يا زين خلصنا الله صلك من زين خليني بلا روح وكذا موال 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 خواف كذا خواف أمانة خواف أمانة موات موات مو كذا موال موال إن ذي ما تسمع أصاب روح أمانة ها أمانة أقول لكم حاجة هذا خبل ويسمك صح ما عليك منه اتجه ترى سبب هنا يعني انا خبر وانت خبر كلنا ليه عبد الرحمن ليه عبد الرحمن ليه عبد الرحمن امانه ليه خبر ايش مو صح مالي وش قلت انا والله قول ليش ليش لانك اخبل مننا صحيح عقلي خليته يا رجل وين احد عينه في الشارع اخبل مننا اللي ما لكني حق مدن وكذا ادرنا بالدين مده ما فيه يوم واحد والله الربع اللي قد جرب شعور المغرب في الشتاء صوت الموصل شوف صوت وش؟ شعور اللي في الديرة مال المغرب في الشتاء حلو تجارب يا يمه يا ضيجة صوت الموصيل تكاك مكبوه صفر بي كلب كلب يصيح تحت الكوبس ياو ما ادري ايش تسوي به تطلع انت الحر امان امان ما اقدر بالحركة هذه مهدي مروق تفتح قزاز انا اسويها عندنا في الوادي غدراء يو عرفتها يا يمه امان والله قد جاي امان امان افعل يا ابن الكلب بسم بالله وردني تدري ايش العلم صغير تدري ايش العلم يا عيال انا امشي في الوادي جاي من المزرعه بعد المغرب شو هذا اللي يسمع خليني اعلم ماشي بدي خليني اعلم بها واحد والله العظيم من قرب اسمع خليها سويتها اسمع بها واحد هنا يقول اسمع بهرجان عنده ذيب ذيب يا ولد بهرجان عندها الله يكرمكم عزيزي السامعين كلاب عند الغنم كرمت كمل الذيابة الذيابة قصدك ايه المهم اقول له احد يقرب الشبك ولا يسرق منها الشاي ولا جاي هناك في العصر وينزلني ويخليني شو لا الله يكرمكم يسعى وراي الكلب وحط رجلي والله يا ريدي ابي الحق السيارة اسعى ما عاد عانيت وراي والله العظيم يضرب عيني رجلي مسابقني يا ابغى يلحق السيارة عرض علي يلحق السيارة هو انت شال على نفسك على الفاضي انا شال على نفسي على الفاضي يعني انت وياه تلحقون السيارة هيا هيا انا قلت لك ايش قلت؟ خبل خبل اسمك صاحي انا خبل وانت صاحي ايوه صح سويت امون امون الله يهب عليك يا راي منا هب مالك والله ولد ولد ابو لي نظاره وحياه ابو لي نظاره ايش اسمه اللون هذا ابو لي نظارتي بشوف هالمزيون ما خلى فيني عيون جيبوا لي نظارتي مثل ابد ما لا ما رايت ضيعت اول شيء ايش يقول الاغنيه بدايتها لا تغني اصبر جيبوا لي نظارة هبوا لي نظارة هبوا لي نظارتي بشوف هالمزيون ما خلى فيني عيون هبوا لي نظارتي مثل ابد ما رأيت ضيعت حتى البيت يزول هو زين اخوالي امانه امانه محمد مناحي الله يستاهل
افضل واحد عندنا طبخه امون. انت ايش تقولون؟ طيب امان. ها امان. وانا شغل امان. امون امون. ارحبوا ارحب 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 ابو خالد. والله ما ارحب ارحب. طيب وبعد زيود عندك؟ طيب رحب ابو عبد الله. شكوم خاطرك على اخوك شيء يا رمان؟ اجلس اجلس. لازم ارحبك انت كل يوم فراش جنب الفراش وناكل سوا وذا ارحبك لاجيت. هذا يسمونه نفاق اعلامي. هذول نظارتي تكفى تكفى. تهز الرياجين شربي ما اقدر. يا تاخذ كلكم موثق. هذا حسود. ايش؟ خذيت انا هذا. انا ذحين الربع يا ولد وما ليش. تفضل. نعم البش. لا ما حد تعال خذ. هذا جاء. يا الربع هل عنده صبر مبايبيعه؟ صابر واخر صبره اليوم خلص. صبر. امان. عزيز ما ضاقت عليه الوسيعة يسوق يسوق العسيف المقلص. الله. ابو لي نظرتي بشوف ذا المديون. امانه. ريل اقسم بالله. امانه كنياك صح؟ اوه يا مفرح. عين عين كذا. ماله؟ اصارحكم. اصارحكم ابو عبد الله. ايش ماله؟ عين عين قدام. يا ولد لا تخرعني. ايش ماله؟ ولد كان قرد من وراء. حشو. قدها. لا النشامة. من الظريف الونيس الفلة اللي في القرية اللي حبيبي دي عبد الله لا منها سحر. أنا والله لو إني حركته لا قوي زيادة حركت رجليك. والله بس والله جتها دعوة قلت وانساها. والله ما بنا تلقاه فهد محمد. فهد محمد عود يحرك. عود يحرك. ننجى ننجى ناخر ذي هذه. والله ما بنا. خلاص ما بنت. اشترى جتها دعوة. ماني مستغرب. والله لو انها انا لا اعلمك عشان تردها فيني. تعال برجع عندي. انا باقي زعلان. تعال عندي. طيب برضي العربي ذي. ليش مسوي العربي؟ سمعته كلمته. ايه ها ليه؟ وش شوف شوف فيها كراتين. سبع كراتين ما قصر ابونا حسين. ما ما وفي اثنين في الثلاجه. اخو تبغى بارد ولا اختر؟ الحين بس سوي كذا. لا تغلط. اعلن انقطاعي. الله اكبر. الله اكبر. تعال برجع تعال عندي بك. ورقات تعال عندي بسولف عليك. تعال يا رفاق. الله يحييك. اوكي عين ضمامك. شلونك؟ خليت خليت رقات وخليت. وانت رحت وخليت ترى. والله لا تشوف وجهك. رد رد القبو يا حسين. نفس الكلام. خليت عبد الرحمن يتكلم. خليت فؤاد يتكلم. انا ورضيت بالكلام اللي قال. انا لا 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 تعوب تعوب لا اعطي فؤاد رتويت حبيبي رتويت. الله ما همك في ذمتي انت بس سنو. لا لا حولنا من البر. الله يبلع. والله ما تروح ذا. شوفوا صليتوا على النبي. الله يحفظك. انا بشخصنا مع الكل. انا بجي مره شخصوني لو مره. معي انا. تكفى تكفى لا. يطاوع كلكم. يطاوع قلب تعوب عاين فيني. يطاوع حتى ابو بكري. ابو بكري. عاين فيني. نسيت. تعوب. ما تعوب. يطاوع قلبي. شفت قلت لبي. يطاوع قلبي. مستحيل شخصنا معك. ولد نسيت نسيت. نص نص نص. بكري عندك بث ثاني منطقة التصوير اطلع تقويم. حبيبي 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 الحين ما تزعلني. اوكي نسيت النحس منك ابو بكري. كلي عظم طلعت فؤاد عبد الله معليش. انت ولد عبد الرحمن. انا هذا اللي يبغى يتمشكل بس يعني ما له قدر. كيف حالك طيب؟ كرم المشاكل الله يمشي بكرامة. لبي يا ابوي. اوه ما فيني شيء والله. ما انت معنا. انت لك يومين ما عجبتني حتى انا. يا ودي ما سماك عود. شد حيل جاي ولد. على خشم. اوه ايش جاهز؟ عشيت. الله يبلع اني حرقني. الله يبلع. وقعت عدا وغرق منه ومتفق كذا ريجي بس. كيف الاوف؟ واقعد القديم. شو اسمه؟ عشيت. يا ولد خربت. تعال تدري بمتى انا ليه؟ من الصباح بعد المغرب. ما نصير امس رقدت بعد البيت مباشره. كذي الساعه 3 العصر عبد الحصان. هذا 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 ولد ولد يا ولد اللي ما تعال يا زياد. زياد شري
ناداني تعال تدري اه كيف تعال كلنا يا قد البث ها ما في بث ها ايش الهرجه راح راي كلنا لا شوف والله مخرج فنان كفو ايوه انا احب الباصات اللي زي كذا ايوه افهم لحد يقوم مخرج ها متعب ايوه شوف انت يا احنا يا على بالاصوات كيف حالك العظيم في صدق النسخه هذه على بالاصوات كله صوته مشينه اسمع انت من انا مستر رقان لا عيوني اسمع احسن اول مره انحرج اسمع شوف حلو في فرجه اه يا شوف يا عربي انت لابس اصفر مع ازرق ومع اسود مع بوت ابيض يا واد جاي صداع لا جاني جاني عمالون عمالون ولا ايش بس كذا رايد حلوه جميل لا تسلك له لا لا غلط شكله غلط جميل لا شيء راجع لك لا انت تشوفه شيء لا بالله بيطلع شيء لا طق صدق انت متفقتي وانت صاير توقف ماشي البلنت عاد والله ملا بالعكس شوف انا مو صاير اوتفت اوتفت الاوتفت صداع اقسم بالله اشوفك ثين عمى الوان كذا يجيك خفين انت الطق بدي وين مو وقت السرور ذي اليوم بسم الله عليك ايه بالعكس سلطان تعال وينك وينك اليوم سلطان اليوم بعلمكم ريم ملايين انا اوريك سلطان يا ابو سلطان رجعت الردي وروح يا خالي هلا هلا تليريون هلا بسلطان هلا بخالي سلطان هلا ابو الاخي متعب طير بالليل عقب يا متعب اصيح من فوق يا سلطان يا خالي ما دمعه ورا دمعه والعرب ما دار وشبت دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوع مالك وش؟ أبيت لك حمضية ما أبغى عم زعلة يعني اسمها بيت هنا اها يا صوتك على ما عندي هنا يا اخو انت تقول ايش؟ ما ابغى احمد زعلة زعلة؟ ما اعرف من يزعلك يا خالد مش انا اوه يا مدير عشان يزعل مبادر ماله ايش سوى لك؟ يعرف ايش سوى امانه ايش سوى؟ هو يعرف ها؟ سجلت قلت ابغى شاورما وما جاب لي شاورما ها؟ انت وينك اليوم؟ ها؟ وينك وش؟ جيبوا لي شاورما وين قبل شوي؟ ابغى شاورما تعشيت شاورما يما اذا تسمعيني جيب لي شاورما ورعت يحب الشاورما ورعت ورعت انا بقول ورعت 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 ما هو ورعت ورعت احنا بلتساء وش عبابك؟ نحن بلتساء زاد احب الشعب ايش عبابك؟ انتم شعب كيفكم؟ احنا نتكلم بلتساء احنا الحين نتكلم بلتساء التساء تساء اي تساء يعني بتسي يبتي ورعت يبتي يبتي انت تقول لنا يبتي احنا نقول يبتي انتم ايش تقولون؟ احنا يقول نقول يبكي يبكي طيب اذا سلمت على امك تقول شلونك؟ لا يمه ايش حالك؟ ايش اخبارك؟ مو بش حالك؟ لا احنا تشا يقولونها عندنا اهل الكويت صح احنا تشا ايش حالك؟ شلونك؟ شلومك؟ شلون سداش؟ طيب اسمع اخبارك احنا نقول شلونك؟ طيب بسالك سؤال يا خالد كيف حالك؟ الصوت عفصيل ذي بيني ماذا هالعصير ذي؟ صبر مثلا بتقول ميدك روح وراك لهجتك وش وراك روح وراك لا لف لف وراك لف وراك عين وراك عين وراك عين وراك عندنا العربي اوخ روح وين عين وراك وين نفس عين وراك عين وراك عين وراك لف وراك لف وراك عندنا العرب وين نفس عين وراك لف وراك عندنا العرب انت تقولون امس صح امس مو بدنا امس اي امس يعني مسا مسا زي اصبح اي تبا يعني تبا اسكت امس إيه. حنا نقول امرح امرح حنا نقول امرح اخمد امرح إيه. امرح يعني اسكت امرح بس انا عندي كلمه خاصه حلو اقول ارثم ارثم انت نفسها انا عندي كلمه خاصه استكف ايش استكف استكف يعني كفايه لا استكف استكف يعني في مال بخدمك في مال انت ربع الحين تضرب من عدوك تعطيني اياها في البث بين عيونك لا في هذه زي قبل كذا ايش قلت لك ما
ما في غلط ابوك احد والله انت عقلك كنت طقمك كذا ازرق ابيض اسود كان كلبه الوان وانا غاسل يدي ترى قدام تقوم تفصل الحين عسى ما خلاص صدق يا اخوي انت صدق علبه الالوان حقت المدرسه كانك هانجر ستيج هانجر ستيج ايش هو يا رجال انا الطقم القبيل برتقالي ايه نسينا ما كلينا ايه التفت لي واسمع الصوت اعذب الاصوات في صوت ذبتي ها 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 عبد الله انت شعم هنا ودست على الباب بسرعه تعشيت صح؟ تعشيت صح؟ اوكي ولد درت ما في طوعني قلبي اتعشى واخلي اخوي وراي منو؟ انا الله يطولني ما تعشيت تصرخ بس تكلم يا راي لو سمحت عاد الله بطني السلام السلام مرحبا ابو سعد مرحبا تبقى في كرتون وين؟ في المسجد اصبر 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 تكلم يلا عطني ثلاثه بس بسرعه انا اكون من ضمنهم ولا لا؟ لا بصرك تبغى تحط نفسك ما تبغى تحط نفسك بصرك انا بقول رائد وعبد الله عبد الرحمن و كن مقدم دقيقة بسرعة طيب اصبر يا مسلم طيب ايش بحرك بسرعة 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 عبد الله صحيح لو قالوا لك ثلاثة بسرعة تتفلسف واحد يتفلسف فيك وش ثلاثة قالوا لك تحطهم في برنامج كاريزما مقدمين احط في ليموني مقدمين نعم لمني مقدمين نفس نفس كلام رايد نفس كلام رايد نعم انا طبعا في الفقرات في فقرات تقسمهم يا زياد لا تتفلسف تجعلني طبعا اول واحد انا ثاني واحد علي ملاحي ثالث واحد مش رقع انت انت اقول طيب انا بقول بس قول لا اقول لا تعال يا العنو لا تجي بفكر والله بفكر يعني لو تسالوني عنيد النسخه منه هذا هو عنيد النسخه عنيد النسخه انت قول انا بحط الثلاثي القوي وانت انا بس حب رقم ثلاثة انا ابن اخي طول العمر انت عبد الله سالم معد صدمة قابلوني اذا اخذ احد منكم ما حد بخذ على داري لابس ازرق لابس ازرق واصفر يا رجعت الكاميرا الله متعب قال سال الشباب بالاخير قابلوني ما بياخذون احد منكم وراح كان قلم رصاص روح يا عيال ترى متعب ما راح شوفه موجود ليه؟ والله حلو 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 والله حلو لا لا مو كذا مو كذا الله يسلمك والله حلوة ايوه متعب تكفى تعال متعب متعب بالله يتعش تكفى تكفى خل خل الكوب خل 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 الكوب ايه بقى صندحة كاضي تقول تقول كبوت اف جي أخي الناس صرت تتحسس يا أبو سعيد ليه؟ ممنوع اللي حين ليه تضربني؟ تحن؟ الناس ليش تحسس أبغى أطقطق عليه أمسك نفسي أوه يا عربي ما شاء الله قلوب زرق قلوب زرق قلوب زرق قلوب زرق صوت متأثر بالكلام هذا قد علمت الرجل هذا عطر الكلمة هذه ايش هذه قلوب؟ ايش فيها؟ مش كلمة ايش؟ عشان ودي تقلوب من عبد الله جاي لعبد الله وي ترجع لعبد الله انت وين تفتح امك اليوم ولا دور شخصوني اسقط ايش معنى كل شيء عبد الله؟ ما ادري عبد الرحمن بتتكلم والله انكم طلع ان شاء الله كنت ثلاثه انا تسكت سعيد سعيد بتكلم عليكم احلى واحد يا اخي ما تقيم نفسك تكفى تكفى خلاص بيوا عيال من اكثر واحد ايش رايك انا تخلي الشباب على جنب بدا اخ اخ بدنا نزعلنا لو سمحت اوه نسيت عبد الرحمن امان تكلم على طول أنا سارق عبد الرحمن، أنت تشوف أبوك من أخذ من عندك؟ آخر ناس هلا هو صادق بس يا خالي قل الصدق قل الصدق لا تكذب لا تكذب الدور بيجي لا تكذب أنا ما أعرف أطقم الصدق أنا أخذ من عبد الرحمن تعال والله العظيم يا السراويلي اللي لبسها عبد الرحمن اللي هني ربطة ما عاد أحد يلبسها وينها؟ 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 جالس أستاذ ورا في إيدي تسمح لي بس في بنطلون أسود اللي وينه؟ والله هذاك نسيت في تعال هنا مالك دخل اطلع منها وهو اللي يتكلم وهو اللي ينطقبها متعب تعال هنا خل مالك دخل تعال هنا والله انها مو قديمه وانت تعرفونها
شالوه شالوه ما ود عني لا 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 شالوه ما ود عني شي دوتو تعال دقيقة خليني شالوه 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 ما ود عني سامح سامح خلاص تسامحنا خلاص يا اخوي ما فله هي انت تقاوي انت اكدي شوف يا زعلان راسك ليه تضربه يلا متى اشي رحت اشي ترى شنو السحو انا زعلان ما ابغى اشي ها زعلان ما ابغى اشي ما انت متعب عشان اقعد ارضيك لا اي منطقه ثانيه تضربه هذا جاي من وين من نيرويج وين؟ دي جا من لندن وكلها من البطحة الشوز طال عمرك؟ من البطحة من البطحة شراء عبد الله سعيد من البطحة ارجع هذا من سوق الجمعة من البطحة النرويجي اللي جاي من النرويجي وش هو ذا؟ ها؟ ذا من شنطتي وانت من تبت التيشيرت اللي لابسه من شنطتي والسروال حق فؤاد والبوت شاريه من البطحة وانت جاي من الكري وكب الهري ورحت عاش يلا 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 اوه يا صدمات عمر مرت علي ولا حزمت حساب والله بصلح صح وامسك كتابة تسوي موجود اسمع انت يا رب يحط عاد التيشيرت حقي عتق لله اسمع رد بالدولار والله شوف والله كلمت حد يا اكثر واحد يعرف يطق منك انت عبد الله الرحمن ما اخذ مقلب في نفسه عنده عيش مصروي عبد الله شايد يطق الرب كنت خمس سروال بغيت ارسم عنده في رابطه هنا انا ما فكرت عبد الله بن سعيد عبد الله بن عبد الرحمن يدور ملابس في الدولاب متعب بالرقعه كذب عليك نعم لو اطق من خايسه ما لبس منه لا 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 اسال اسال حقي انا ومتعب ولا النرجسيه يا اخي اسكت شيء ولا والله كل اغراضي عنده النرجسيه سلو قول شنو النرجسيه ها وش النرجسيه عبد الرحمن الله اكبر انت نعم يحق لي طيب بعطيكم شو شو رايكم شور من لا 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 تعطينا شور شورك وهدايه الله شورك وهدايه الله عندي ايش اسمه شو رايكم نعطيكم جلسه حش ها حش حش يلا الله شيء باقي سين سوا تعشيت ما ابغى فصل بسرعه ما في ما تعشيت والله ما تعشيت 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 اي تعشيت الله يبارك فيك عوره سلطان يقول بيجيك العشاء طيب شلون العشاء؟ ها؟ بيشيلونه عاد عاد حول يا اخوي انقذ جيب يا ولد المسجد مليان خير البر يشرب قدام الرضي ولا يقول يشربوا خل خيال البر روح تعشيت ما برحت تعشيت ها؟ برحت اشوي ايش؟ ها؟ برحت اكل ويجي ها؟ لا لا مالك ولد ما ركبت تهرب ايه انا ما تعشيت مشان هي خالص سلطان قمت عايز انت لازم ما تاكل الا بس والله ما تعشيت يا ولد بشلون العشاء بسرعه يا ابو والله يا رحب يا ولد ولا انت رايت اني فقدتك يا تشري انت شجرة نفس الشيء في القريه ما منك فايده تفضل تعشيت ها ما شاء الله تعشون تقعدون في جنبي متوسفوا وانا اسكت وضعيت مانو كيف اخلي البث فاضي مانو ها روح تعش قلت لك قبيل راح نتعشى والله اني شايل همك قبيل قبيل اقول راح نتعشى قبيل قبل لا يبدا البث ما ضارت انت برقعه يا والله يا منادين ايش اسمه ها حسين اما في اثنين الا نومن ها انتم اربعه موجودين طيب قوموا كلكم ها ايش طالعنا في الشاشه المخرج يعني ترى باقي في بث ها كيف نقوم نخلي البث فاضي؟ اها خلص؟ خلاص البث مليان روح تعش روح تعش طيب تعش النعمة باقي والخير واجد نفس الأسبوع اللي راح؟ اي نفسه نفس الطبخ نفس ما تغير ولا شيء اللي ما تبغاه؟ ما تبغاه؟ لا الأسبوع اللي راح طبخ الطباخ الأسبوع ذا المطعم اها المطعم مطعم قم أمانة والله مطعم كم أنت برايد رايد ما تعشى من ما تعشى؟ رايد وسلطان رايد تعشيت عبود تعشيت الجلسة كلها تعشيت 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 عبود تعشيت خلوا تزعلان مانو شو يا عباب اقوم اسلم براسه ولا اخذ رضاك ان امي تروح تعشى لا هم عاد لبطونكم بها بعيشه واعقلكم اكلكم طيب اسمع عندي تحدي قبل اسبوع وش العشاء اللي تعشيته؟ رز ولحم قبل اسبوع وش هو؟ ايش؟ قبل اسبوع رز ولحم تاكد ايه كانت قبل اسبوع وش تعشيت؟ الله معك مان سلطان وش قبل اسبوع ايش تعشى؟ حتى انا ما تذكرت شكلت البارح ما هو قبل اسبوع ايش تعشى؟ ها؟ ما اذكر انا يعني قبل اسبوع كان يوم الاثنين صح؟ ايوه حسين نفس شعر القط اللي صرت تكفى بعطيك كف خاطري
هذا فوق فوق. احلى يا ابن ذي في خاطري. ايش سوى انت حرام 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 مالك حق حسين. انا اقول ما يجوز. استاذ استاذ لا تكفى تكفى ترى ما بحرم الرسول. شو خلاص استاذ انت كنت سمحت لي. انا ما قلت عبد الكف. لا والله حرام ضربك. اي والله. وشو؟ انا ما صفقت عاد بقوا ما معي. والله لو انه يعرف اني اعطيكم اوووه يضرب سكتي نضيح. شفت هذه؟ حنيت انا. شفت لو قال لي لا؟ استاذ اشوى. جيك المصايب وانت جالس في محل. عبد الرحمن مستغرب. جيك التهايم وانت نايم. مستغرب. مستغرب ايش؟ من اللي جالس عادي ما تكون عقل برجل واحد مدري ايش؟ صح. خله ياخذ راحته. ما ادري. ايش بالك؟ لا عدا وقول بل بوش لا 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 عدا عدا يا الله خليه يقولها عدا سلطان سوى سوى خليه يقولها بل بندش سوى انت يا ابو داحب سوى ايش اسوي؟ ابن يلا سوى سوى يلا لا انت تطبق ال ابن بندش ايه الو انكسرت القهوه ابراهيم الحسين سجل ثلاجه انكسرت صح متى بالرقعه انطاح قطعت اوه مسبح يا اخي صوت مويه صح؟ لا هذه الحديقه حقتها لا يا اخي غير السجه ما احبها ايش رايك يعني مويه مفتوحه؟ تعال ايش عندها؟ ما ادري علم فاتحين المحل تو شو نايد بعد فيه خذ العلم خذ العلم ايش بعد خذ العلم؟ خذ العلم ولا عاد عندنا شيء ريحنا من الفقرات وعور الراس هل تعلمون؟ هل تعلمون ان بكره فيه شاعر القلطة بعد؟ بكره صدق شاعر القلطة؟ اي حلو زين لا ايش كان خبر الصدق؟ شور اليوم ومع الصبر ها؟ شور لا في شيء به؟ في شيء برا وش؟ لا طبيب انا اليوم عندي خلي يجي مهاب الحين مهاب جو ايش؟ عندي صباحية من فريق اليوم صباحيتك ولا صباحية عبد الرحمن؟ صباحيتي انا صباحية عبد الله عبد الرحمن مكتوبة في الجدول مكتوبة في السكريبت اي سواها بالسكريبت والله؟ اي والله اليوم صباحيتي لكن ابد الحلوى خلاص لا والله الحلوى لا والله لا والله تم لا 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 شيء مرتب عليه خلاص مش عليه ايش رايك تذكر منكم اثنين؟ تروح لك من الداعمين مرة بتجي يعود وش اللي الحال واحد مدري ايش كذابين الصبي لا والله الحال واحد دقيقة ما فات الا الشر يا اخوي غيرها بكره صباحية ما فات الا الشر يا رجل الادارة ما بتحط صباحيتين في يوم واحد صح مكتوب من ما ادري انا والله ما شفت مكتوب انا صدق انا يمكن غلطني في الاسم انت ما ادري والله ما ادري مكتوب اسمي لكن عادي كانت اليوم اسويها لا بد انت قادر شوف شقة ترتب مش عادي بكره بعد اليوم ما في الحمد لله نفكر الجدول مكتوب فيه اسم اسم عبد الله عبد الرحمن ولا عبد الرحمن الفيري؟ عبد الله عبد الرحمن طيب ايش جاي صباحيتك؟ خلها وقتها فعاليات حركيه اي عادي باقي ثلاث ساعات تجي الصباحيه علم خلها وقتها تجي حلو واو اداني على المسرح انت كذا فاهم الشيء غلط حبيبي فاهم غلط اي والله ولا واحد ايوه كويس خليها احسبه ولي ترى عدو وجوم لا تسوي لا تسوي سبحان الله صدق انا اشوف انا الان في العمر هذا مهبول توقعوا لو كبرت وصرت في عمر رايد بصير اهبل منه بزياده على اساس ان بيني وبينك الحين عده سنوات اي والله بيني وبينك يا خف علينا يا انت عمري 21 سنه انت معك شهاده تمثيل علم بابا عبد العزيز بيدي هذه ماسكه عبد العزيز شوف لك غيرها والله المهم لا صدق كم عمرك انت؟ 30 صح؟ 32 قم وقف وانت تقول عمري الله اكبر علينا يا ابوي ما نمت رايد ترى صغير لا تسالني طيب دام ما انا ايش تبي بي؟ وش الشخص العظيم صدق الو شخص الو رايد ترى كم عمرك؟ موثق وقف وانا اتكلم معك موثق لا تتكلم معي والله لا يبلى انا قلت لكم اليوم قلت لكم اليوم هذا بيكون ايش؟ يوم كئيب يوم مليء بالشخصنه
لذلك انا بنتظر خذ العلم يخلص وبروح اشوف الجلسه الحالي ولا اشوف ابن امه يجيني اسولف مع الغار مع الجدار مع الشجره انا كيفي انا بجيك مزاجي لا لا اشوف حد بجيك انا والله ما ادري اليوم ذا كئيب او فيكم مرض او روحوا تعالجوا بعد البرنامج كب 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 شغل لك اهات الله يهديك الله يهديكم ان شاء الله الله يهديك الواحد نفسيته براس خشمه الله يهديك يا رب ترى الحياه رايحه بكره وراك قبر قلت هذا بقلت حياه والله العظيم خاب راس صاحبنا اخي بس ترى بكره يحتريكم والله ما تبدري الحياه اللي رايحه عقب النقد ابى صح طيب صاحب عبد الرحمن العلم وش هو العلم كل يوم واحد راسه نفسيته براس خشمه يا رب يا رجال يا رجال فش فيها ولا تقعد انت مسوي ذي الناصح وانت اليوم متهاوش شفت في نفسيات زين اذا تهاوشت ما لك خص عبد الله فهمت شيء لا 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 سوالف جرحتني يا عبد كلها دراما في دراما انفت كروس الله يرسينا حياة رايحة يا رجل يا راسي اصبر علي كلها فترة ان شاء الله ترجع لحياتك الطبيعية سمعت يا رايد سم هيا رايحه زين قاسي ومدت الليالي شحاح ترى مال الكريم لا يمد دار خلقه وانا من فضل ربي عشت في وقت العنا مرتاح حبايبك يا معاريس وهب السعاد هباي دقيقة أنا أوريكم الهبال على أصول يلا رايد غد قلت إيه لجأ إيه لجأ يا معاريس لرماحي طنق 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 طق طنق طنق طق طنق لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك شيء عليك شيء تخيلك متزوج للي أوه ها تخيل متزوج للي متزوج للليل هذا الساعد عم حقعر حبايبي على قد الظروف اللي تقدر عليها لرقى روحي وهاب الساعات هبايبك إذا صحت تقول لا إله إلا الله هبايبك لرماحي لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك سعيد عليك سعيد عليك خذ وردتك هدمت حبه الورد رد الشعر المعنى ما أدري الشعر القم إيش خصم علي أبو عيسى طلعت مني وأنت تغنوت ورحت تعشيت واخذت لي حمضيات وصحيت الشباب وجيت قلت لا سولفنا وخرجتم قلت اليوم ايش إيه حياتي وين الموت بالام الغناء قلت اليوم يوم كيف على كل حزة تغنون انتم ها حاول يغني من هم روح انت ناقش يعني انت الحين خلاص انت روح هناك وبحر سؤالك اقسم بالله بيطوع لي قلب سمعتم من قويشات ما عينا ما عينته اعترف لكم شيء وش مره من المرات يا اخواني والله اني صادق ايام الجامعه كان عندي مشكله في الباطنيه قلت ابغى اسوي تحاليل انا من النوع اللي ما احب اوسوس في ناس ترى كل 6 شهور يسوي تحاليل كامل صح فهمت هذه حلوه وشينه حلوه للواحد اللي ما يوسوس وشين الواحد يوسوس فهمت حلو المهم يطلع عمر السلامه جيت مره طالع صبح الساعه 9 اخذوا عين الدم اخذوا عين الدم وانا طالع اناني في حرمه تناديني في البدايه ما ادري احس منها ميدي لين لحقتني قالت السلام عليكم السلام ايش عندك هنا قلت والله سويت تحاليل وراجع للجامعه قالت لي امي عندها فشل كلوي وتكفى سوي تحاليل يمكن تطابق معها ولك اللي تبغى تكفى يا وليدي اطالع في نفسي قلت وش ورايا خليني اجرب المهم عمر السلامه واحلل واقعد اسبوعين وقتها المهم اني طولت
دقوا على المستشفى السلام عليكم متعب وتوصلت وقالوا تعال المستشفى لا رحت لهم الصباح قبلني مدير حق العيادات قال انت طابقت مع الفرمه هذه اوف الله الله المهم يطول عمر السلامه قلت خلاص انا بروح اشاور امي واشوف ايش العلو والله اللي خلق السماء بالعمد الرياضين اني صامل اتبرع اليوم قبل بكره واني ما اعرفها شخصيا ولا ادري من المهم رحت عند الوالده سلام كيف الحال واخواني عطتهم العلم امي عرفت اللي ودها ولا ودها ودها اني ودي افعل الخير وفي نفس الوقت خايف علي من الكلام هذا فاحترت انا ودي اسوي الشيء هذا وفي نفس الوقت ودي ارضي امي طحت في حيره المهم ارجع لهم واقول اعتذرت من الكلام هذا ان امي ما هي براضيه ولا امي والله انها راضيه في نفس الوقت ما ودها عرفت كيف؟ والله اللي خلق السماء بالعمد على جمالكم على يدي ولا هو برياء قدامكم قدام الناس يا وقتها اني صامل اني بتبرع اليوم قبل بكره طيب وش ردك؟ الذي نفسي بيده يا اخوي احترت امي ما ودها ولا ودها تعرف الام يا اخو الظلام اكيد بتخاف عليك تحن عليك بالشوك تحن عليك من الهبوب اللي تهبك وقفت على انه بياخذ شيء من اعضاء جسمك اعضاء الجسد يا كارثه هذه فعرفت اللي طاح بين حيره يا اخي ودي افعل في نفس الوقت ما ودي اخلي امي فيها احترت يا ولد احترت ما قدرت ايش اسوي ان شاء الله الله كاتب لك اجرها خيره خيره فعلا فعلا خيرة. انا رحت علمت واحد نفس الكلام كذا قال شوف دامك نويت انت بالشيء هذا ان شاء الله لك ان شاء الله ان شاء الله ربي يكتب لك اجرها ان شاء الله باذن الله عاد تبرع لها بعدك والله ما ادري ما اتواصلت معهم وقلت له قلت اقسم بمن احل القسم انا إذا جيت وتبرعت ووافقت الوالدة ما أبغى من وراكم إلا دعوة الشهادة سويتها لوجه الله ما سويتها عشان فلوس ولا عشان إعلام ولا رياء ولا شيء حتى لا أحد يدري بالشهادة كم قيمتها كلو؟ خلني أعلمك عندي تشلو على البيع شلون؟ عندي تشلو على البيع ما أسمعك عندي تشلو على البيع دي حق تلذي تنباع ما تنباع طيب خلني من اسمها تسلوى تسلوى ما حد شريع قل لا لا الله ما اللي يعني يا أخي البرامج حقت أوبر وكريم الكلام هذا بداية الشتاء جيت للرياض كبر صوتك أبو داحر جيت للرياض خليت فيها أيام صحيت متأخر تقريبا على 10-11 الليل لأخوي مداوم لو والله لحالي وفاضي ما عندي أي شيء فضبط البرنامج قلت ايش؟ بروح ترزق الله بقطع وقت. المهم جاني مشوار قريب مني. اول مشوار لي ولا قد اشتغلت في البرامج نهائيا حتى اني اتواصل مع اخوي اقول علمني كيف الطريقه. انا حملت على سيارتي وحملت وعلمني كيف طريقته كيف اقبل الطلب وكيف ارفض وكيف احاسب وكيف. المهم قبلت. جيت الموقع البيت ركبت معي مره الله يجعل ربي شافيها في هذا اليوم وبنتها لورا كبيرة في السن يركبون معي لايام قالت البنت تكفى استعجل المستشفى قلت أبشري حاضر سيدة المستشفى ما هو بعيد في السويدي والمستشفى يطيل عمر السلامة وندخل على الطوارئ وانزلهم قالوا خلاص الله يستر عليك ولا كلمتهم لا في الحساب ولا شيء طلعت أنا رقمي موجود في التطبيق طلعت من المستشفى شل الجوال يدق فارد قالت لو سمحت رجع على انا المستشفى ما استقبلنا ورجع على انا قلت وانا حاضر وارجع واخذهم ونروح مستشفى ثاني قلت انا ماني برايح بجلس جبت لها العربيه ودخلت مع والدتها قلت ابدا انا عندي الانتظار هنا نستقبلها حلو ما استقبلها لاني موجود دخلت شويه ورجعت علي كان نفس الحكايه المستشفى ما استقبلها لازم الشميسي تحاضر واروح الشميسي طول عمر السلامه اعرف لي واحده هناك والله ما قصر الله يجرب يكتب اجره وعلمته بالحاله الحاله خطيره والله قلت كيت المراه كبيره سن وفيها كيت هل المراه بتحصل علاج عندكم بيستقبلونها الطوارئ قال اكيد مستشفيات ممتازه بتستقبل تعال المهم يطول عمر السلامه وعلى الشميسي وادخلها ويدخلونها الشميسي
اسلم والله اني اسمعها يا رجال. يوم قلت في العربيه قاعد نقفل الباب، جبت من العربيه قفلت باب سيارتي انا في الموقف حق طوالي، واسمعها هي رايحه تبي تكلمني وبنتها مستعجله تبي تدخلها وتدعي لي وحسابك حسابك. قلت يا بنت الحلال ما ابي شيء، الله يستر عليك سبت مره، الله يجعلها وجه الله. رحت يوم جا اليوم الثاني لجوالي يدق، السلام عليكم مساء الخير كيف حالك طيب ومن ذا الكلام. يا طويل العمر السلامة، أنا والد العائلة اللي كانوا معك أمس وعلموني موقفك ومن ذا الكلام، واليوم أعطني رقم حسابك. قلت لا والله شيء نويته لله سبحانه، هذا أكبر غنى لي وأنا على ما قال هذه بداية رزق لي في الشغلات ذي، وبها الوجه الله سبحانه يرزقني الله إن شاء الله على نيتي. يا أبوك يا ولد قلت مرة وفحلف إنك تجيني في البيت على كرامة ولا على وجبة ولا كان في جالك قهوة، قلت أبشر على خشمك. واشتغلت في البرنامج والله العظيم يا رجل اللي حصلت فيه خير في خير، لأني كنت في الرياض عندي شغلة ربطتني ولا أقدر أنزل للجنوب، فوقتها كنت فاضي فاشتغلت في البرنامج يا حصلت فيه خير، خير لا يعلم فيه إلا فاطر السماء والأرض. رزقك الله على نيتك. اي والله حتى يوم رجعت للديره وشغلت اللي هنا والله انا قد تعسرت يا رجال 80% انها متعسره ما في عمل انها تزيد. سبحان الله يا رجال يسر بين لمحه عيني طول عمري صمت الدنيا كلها في ديت. شفت البرنامج هذا تدري اني تركته من سبب موقف ايام الديره وقتها وقت مدرسه وبرد ضيجه يا رجال ضيجه وقتها بمعنى الكلمه طفران، وقلت في نفسي مستحيل يجيني تجيني دراهم وانا راقد صح هاي راح اشتغل على نفسي واشغل الموتر ولا اقف الا في جده عند واحد من اخواني. المهم اشتغل فيها اوبر، اخذت لي كم مشوار الى اخر مشوار اشتغلت فيه وبعدها ما عاد اشتغلت. يا ولد جاني طلب انا قبل اروح الزبون ادق عليه، لما بعضهم قبل لا توصل له الى عدت عنده قال الغط طلب الغط طلب وادق الى حرمه تقول تكفى استعجل بسرعه. قلت يلا علم خير، ووصل عندها الى معها اثنين من عنها صار والله الموقف هذا ما ادري ذكره بس يلا اثنين من عنها صار. المهم ركبت تكفى يا ولدي استعجل استعجل الطريق تلقفت قلت شو السالفه.